لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله سورة النحل يسميها العلماء سورة النعم لأن الله عز وجل عدد فيها نعمه على عباده فبدأ سبحانه وتعالى في أولها بذكر أصول النعم وذكر في آخرها مكملاتها وله المنة وله الحمد سبحانه وتعالى فذكر الله عز وجل في أولها أعظم نعمة أنه سبحانه لم يترك عباده سدى ولا هملا إنما أنزل إليهم كتبا سمها روحا تحيا بها القلوب وأرسل إليهم رسلا سبحانه وتعالى قال عز وجل هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فالله سبحانه وتعالى يرسل ملائكة الوحي وكبيرهم هو جبريل عليه السلام فجبريل عليه السلام هو الرسول الملائكي
الذي يرسله الله عز وجل إلى من شاء من عباده من الرسل من الرسول البشري. أنزل الله عز وجل روحا سماه روحا لأنه تحيا به القلوب، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن روح تحيا به القلوب المؤمنة. قال سبحانه وتعالى في ذكر فضل نعمة القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا، أي فليفرحوا بنزول القرآن، هو خير مما يجمعون. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا أن أعظم نعمة هو إنزال القرآن العظيم، ويقول سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم آية، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم آية، أي معجزة وخارقا للعادة، كدليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن رحمة لمن آمن، القرآن ذكرى يتذكر بها المؤمن. من آمن بالقرآن يهديه الله ويزيده هدى، ويرحمه الله عز وجل بالقرآن، ويجعل القرآن له تذكرة وعظة. والحمد لله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن تبيان لكل شيء، القرآن يكفينا، القرآن فيه كفاية لمن آمن به. القرآن نور وصراط مستقيم ومنهاج حياة، من جعله أمامه وإمامه هبط به على رياض الجنة. نعمة عظيمة هي من أصول النعم أن الله عز وجل أنزل وحيا سماه روحا تحيا به القلوب المؤمنة. فطوبى لعبد جعل القرآن أمام عينيه، جعل القرآن قرة عينه، جعل القرآن قرة عينه، ينظر فيه ليلا ونهارا، يتلوه بحضور قلب وخشوع ووعي وتعقل، يسأل نفسه: ماذا يريد الله مني؟ ماذا يأمرني ربي في هذه الآية؟ عن أي شيء ينهاني ربي؟ فيجعل القرآن خلقا له، يمتثل أمره ويجتنب نهيه، يتخلق بأخلاقه كما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما وصفت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن.
صلوات الله وسلامه عليه، يعني يمتثله ويطبقه على نفسه، وهو خير قدوة لنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه نعمة من أصول النعم. ثم ذكر سبحانه أن دعوة المرسلين واحدة، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فما من رسول ولا نبي إلا ودعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. دعوة الرسل واحدة وهي الإسلام، يدعون إلى إسلام الوجه والقلب وجميع الجوارح لله، لعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله عز وجل من نعمه أنه ذكر من خلقه دليلا عليه، قال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحق وللحق، دليل على عظمته سبحانه، دليل على أنه الرب العظيم الجليل الأكبر، دليل على أنه المعبود بحق سبحانه وتعالى. لم يقل أحد أنا خلقت السماوات، ولم يقل خلقت الأرض، فضلا عن أن يقول أنا خلقت الإنسان، لقال له عابده أنت كاذب، عابده الذي يعبده لقال له أنت كاذب. هل خلق الإنسان بقرة؟ هل خلق الإنسان إنسانا مثله؟ لا يمكن، لكذبوه. إنما الخالق إله عظيم متصف بالكمال والجلال سبحانه، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. كل الخلق واحد، نحن واحد كبشر واحد، ليس معنا خلق آخر، بشر آخر بصفة أخرى. شمس واحدة، قمر واحد، ليل واحد، نهار واحد، أرض واحدة، سماء واحدة، كل شيء واحد. إذن خالقه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. عز وجل من نعم الله أن جعل لنا سبحانه آيات نتفكر فيها تدل عليه سبحانه وتعالى عز وجل. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تعالى ارتفع عز وجل، تعالى عما يشركون سبحانه، تنزيها لك يا رب العالمين عما نسبه إليك المشركون والجاهلون من صاحبة وولد وند وشريك. سبحانك لا شريك لك، سبحانك سبحانه وتعالى عز وجل. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. انظر لخلقك أيها الإنسان إلى بداية خلقك، من نطفة، من نطفة، من مني، من نطفة. سبحان الله الذي لقح البويضة حيوان منوي واحد لا يرى بالعين. هذا الحيوان المنوي الذي لقح البويضة التي هي أصل كل واحد منا لا يرى بالعين. ووكل الله ملكا بالرحم يخلق هذا الإنسان في رحم أمه، وينقله من طور إلى طور، ويقول يا رب، يا رب مخلقة أم غير مخلقة، يقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ويقول يا رب، يا رب مضغة مخلقة أم غير مخلقة، يا رب ما رزقه، ما أجله، شقي أو سعيد، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، وأنت تخلق في بطن أمك، وأنت تخلق في رحم أمك. خلق الإنسان من نطفة ثم رباك بنعمه،
جعل لك أبوين رحيمين شفيقين، قام على تربيتك، غذاك بنعمك، حتى إذا صرت شابا قويا، إذا أنت تخاصم ربك وتقول لما ولماذا وكيف لم تعبد ربك عز وجل، فإذا هو خصيم مبين أي يخاصم ربه سبحانه وتعالى عز وجل، لم يتذكر أنه في يوم من الأيام كان عدما، لم يكن موجودا، كان ميتا عدما، ثم خلقك رب العالمين من نطفة سبحانه وتعالى، فله الحمد له الشكر عز وجل. من خلقك أيها الإنسان؟ بقرة؟ صنم؟ حجر؟ ميت؟ إنسان؟ من خلقك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يقول رب العالمين أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يقول رب العالمين والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فكيف تعبد ميتا؟ كيف تتوجه لميت تدعوه أو تطلب منه البركة وتترك رب العالمين الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم يذكر سبحانه نعمه على الإنسان، يذكر الأنعام، والأنعام خلقها، الأنعام الإبل والبقر والغنم والماعز، هي ذي الأنعام، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. سبحان الله، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، تنظر إليها تتأمل تجد جمالا يدل على أن خالقها جميل، تجد خلقا تاما يدل على أن خلقه هو الخلاق العليم الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى عز وجل. وأنت بهذه النعم تتنعم، ألا تشكر ربك؟ ألا تعبد وحده لا شريك له سبحانه؟ تتمتع بجمال منظرها حين تريحون في وقت الرواح، وحين تسرحون عندما في وقت عندما تذهب بها وتسرح بها. ويذكر الله سبحانه وتعالى نعمه، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. الجمل كان يسمى قديما سفينة الصحراء، يحملون عليها أنواع التجارات من بلد إلى بلد، إن ربكم لرؤوف رحيم. وعلى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. القرآن يخاطب القوم الذي نزل عليهم القرآن، يخاطب القوم الذين أنزل عليهم، يخاطبهم بما يعرفونه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ثم بعد ذلك خلق الله من وسائل المواصلات ما لم يدر بخلد واحد منهم، ذكره عز وجل عاما ويخلق ما لا تعلمون. لو قال رب العالمين أنه سيخلق الطائرات لكذب القوم يومئذ الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الذي سيخلق فيما بعد ذكره عاما ويخلق ما لا تعلمون.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذا الذي يعرفونه. أما ما يستجد من مواصلات فيما بعد ذكره رب العالمين عاما، ويخلق ما لا تعلمون. ثم يذكر سبحانه وتعالى عز وجل نعمة، نعمة عظيمة. هذه النعمة من أصول النعم أن الله عز وجل هو الذي بيّن الطريق إليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ومن نعم الله التي عددها على عباده سبحانه وتعالى أنه عز وجل قال: وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. تبيان الطريق الموصل إلى الله على الله وحده سبحانه. لم يتركنا سدى ولا أملا، لم يتركنا لفلسفة فلان ولا لنظرية فلان، وإنما بيّن لنا رب العالمين الطريق إليه. قال: وعلى الله قصد السبيل، أي هو الذي يبين الصراط المستقيم الموصل إليه، أقرب الطرق التي توصل إليه، أقرب الطرق التي توصل إليه طرقها الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مسدودة عن الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني يخلص عمله لله. هذان شرطان لقبول العمل: أن يكون موافقا للسنة، وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فأي طريق يسلكه الإنسان ليس على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لا يقبل من صاحبه، لا يوصلك لرب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. قبل أن تتعبد بعبادة من صلاة أو ذكر أو غير ذلك، ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه عبادة تعبدها رسول الله، ذكر بها ربه، صلى هذه الصلاة، صام هذا الصوم، فعل هذه العبادة أم لم يفعلها؟ هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، الميزان العدل، الطريق السوي الذي لا يضل من سلكه. فترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى نور النبوة. فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين، فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعمة، نعمة أن الله عز وجل بيّن لنا الطريق، الطريق
هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده اختلاف، وأخبرنا عن سبيل النجاة، فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أي احذروا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أي كل محدثة في الدين بدعة ومردودة على صاحبها، والله عز وجل لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالطريق الموصل إلى الله هو الطريق الذي بينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر سبحانه نعمة نزول المطر ونعمة إخراج النبات، وذكر سبحانه تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وذكر سبحانه تسخير البحر العظيم، وذكر عز وجل نعمة الجبال التي يثبت بها الأرض لئلا تضطرب، وذكر عز وجل الأنهار النهر وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، نهر سبحان الله يشق هذا النهر آلاف الكيلومترات حتى يأتي إلى أرض سبخة، فينبت الله منها الزرع ويجعل الماء سقيا للبشر ولأنعامهم. يقول سبحانه: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ أفلا يبصرون؟ يقول العلماء: هذه الآية في نيل مصر، هذه الآية في نيل مصر، انظر لنيل مصر يأتي يقطع آلاف الكيلومترات من هضاب أثيوبيا ويصب في البحر المتوسط هاهنا، انظر يقطع، من الذي يسوقه ومن الذي يأتي به؟ إنه رب العالمين. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز، الأرض السبخة، الأرض التي لا تنبت، وهذه طبيعة أرض مصر، لولا فيضان النيل وطمي النيل ما زرعنا على أرضنا. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز لنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ نعم، قيدها الشكر. إن أردت أن يديم الله عليك نعمه فأدم شكره، أن الشكر هو الحافظ الجالب. أي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، شكر النعم، من شكر النعمة قرت عنده، ومن كفرها ولم يشكرها فرت منه. الشكر يحفظ النعمة ويجلبها، هذا على مستوى البلاد والعباد. فنشكر ربنا ونحمده كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجلل. يحب من عبادي أن يحمدوه، أفضل الدعاء الحمد لله، لأنه ثناء على الله، أفضل الذكر سبحان الله وبحمده. يرضى الله من عبده، يأكل الأكل فيحمد عليه، ويشرب الشربة فيحمد عليه. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده الحمادين الشاكرين التائبين القانتين المسبحين الصالحين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين واقض الدين عن المدينين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لا جدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. أخي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.